يشدنوا أنه لليوم الثالث على التوالي كملت الجلسات التشريعية لمناقشة وإقرار الموازنة، والمفاجأة كانت انسحاب الوزير معين البرعبي من الجلسة وقوله أنه هو عم ينسحب من النيابة والوزارة، وهذا الشيء هو اعتراضا على عدم تخصيص بعلبك الهرمل وعكار باعتمادات للاستملاكات. بس من بعد ما صار هذا الشيء ظهروا الوزير نهاد المشنوق والوزير جان أوغا سابيان وحكيوا معه ورجع بعد فترة للجلسة. تاني خبر هو عن احتراق محطة للبنزين بجل الديب ليل الأربعاء الخميس. ثلاث ارباع الحي هون كانوا معارضين اصلا تنمط من حد بني وانفجر يا تيري، بتعرف شو كان صار؟ كانت ماتوا كل العالم.